دينيغ ثم زواروث دينيغ الصحة الديريكتور دو كومبان حسن قنا يقص الحان الفوطاكي ذمور تيزي وزون في 67 تغيوانين الحان تأكني وث الحال السنين أخي بارك ربي نكون إلى ولاية تيزي وزون الساقينيا نصبح الصبحة قينيا نفرحة تاساطاس دي 67 تغيواني كون دا ملان لي ريزولتا الحمد لله وننورد فغاكا الحمد لله يفقد عبد المجيد تبون ايدي فغاند لا ولايه تيزي وزو نفرح طاس الولايه لنا ان شاء الله الونادي ون لهنا الونادي ون تلويث يثمر تيزي وزو يثمر الجزائر مره عطار نكونيا نسعيون للدرابو فايد ينتزل دوني تجان الجدود لنا وني تجان مولانا لنا فين راه نحارب جامي تمور الجزائر تفضو تمور الجزائر اتيلي توجور ارزداد ان شاء الله ذي لهنا والعافيه. الأول السلام عليكم يدون مدام حسون عضو في التنسيقية للديوان الولائي سي بور فو دير برك كان بليك التنسيقية وعلى رأسها السيد قانا حسن يعني تعبوا من بين من يوم انطلاق الحملة الانتخابية تعبوا من بلدية لبلدية من قرية لقرية يعني كما يقولوا مدوا وقتهم 100% خلاو العائلة تاعهم خلاو ديارهم هذا من أجل بوغ اون كوز هي أنه وصلنا لهذا الهدف نبيل انه ولايه تيزي وزو السيد تبون المرشح الحر سيد تبون هو اللي طلع الاول على مستوى ولايه تيزي وزو وهذا بفضل تضافر مجهودات تنسيقيه الولائيه والتنسيقيات تاع البلديات باش نوصلوا لهذا الهدف هذا وكما نقولوا للسيد الرئيس تبون عبد المجيد تبون رانا معاك اليوم وغدوه. أزول فلاون يذون مساء ليزا سيد ديوك المزيد لا ولاية تيزي وزو سلفاح ذمقوا أن أسكا خلاغ ديكتوار لا كومبان المساء عبد المجيد تبون ذي لا ولاية تيزي وزو أكن زا الحمد لله يفرض المساء عبد المجيد تبون أكو أنزا ثوى إزاي سو مثلا ساتيسفين سوين يخدم سوين يخدم إن شاء الله عند سوتو المزين أمن كنيا يفكيسن أزاي أمقان أشحال سنين يعدن وفكيسن أزاي أزاي في موتنا الحمد لله اسمي خدم لوحدة نستمن زوت إفكيس إفكيار أزايم قوان يكون ساعة سيا مينس أن داي كمي إنجا دافيد أذي كمي قوين يخدم كل شيء مبوك إن شاء الله دن لدينا نار تفانسي غاتي في موان نظام صحيح.